نمر إلى الفقرة الأخيرة من الدرس ثالثا، وهي القوى. إذا بالنسبة لهذه الفقرة، إذا كما شفنا في الفقرات السابقة، قلنا بالنسبة للتأثير الميكانيكي هو تأثير أو هو فعل ينتج بين جسمين المؤثر والمؤثر عليه. ثم تصنيف صنفنا إلى تأثير التماس وتأثيرات عن بعد. الآن نتكلم على القوى وماذا نبي القوى. إذا بالنسبة عوض أن نقول يعني أن هذا الجسم مثلا يؤثر على الجسم مثلا معين، عوض أننا نستعمل هذه الكلمة اللي هي التأثير، سوف نعوضها بكلمة وهي القوة. إذا نقرن كل تأثير ميكانيكي بمقدار فيزيائي نسميه القوة، اللغة الفرنسية لا فورس. يعني عوض أن نقول مثلا الخيط يطبق قوة، عفوا الخيط يؤثر على الكرة، سوف نعوض بكلمة قوة، أو نقول الخيط يطبق قوة أو يسلط قوة على الكرة. هم إذا نقرن كل تأثير ميكانيكي قلنا بمقدار فيزيائي يسمى بالقوة، يعني أن القوة هي عبارة عن تأثير ميكانيكي. الآن نمر إلى جرد القوة. بعد ما تعرفنا بأن القوة هي يعني كل تأثير ميكانيكي، الآن نتكلم عن جرد القوة. شنو كنعنيو بجرد القوة؟ إذا لجرد القوة نتتبع مجموعة من المراحل. إذا هذه المراحل، أولا وهي تحديد ما يسمى به المجموعة المدروسة. إذا هذه المجموعة المدروسة دائما نضعها بين لامتين. مثلا السؤال ملي كيتعطى تقول لك أجرد القوى مثلا المطبقة على الجسم اس مثلا. إذا في هذه الحالة يعني المجموعة المدروسة وهي الجسم اس. إذا أول مرحلة وهي تحديد المجموعة المدروسة. ملي كنبغي نجرد القوى، أول حاجة خصني نحدد المجموعة المدروسة، ودائما المجموعة المدروسة راه كنعرفها من خلال السؤال، يعني كتكون يعني في السؤال أجرد القوى المطبقة على مثلا الكرة. إذا في هذه الحالة فالمجموعة المدروسة وهي الكرة. ثم تأتي المرحلة يعني الثانية، وهي تحديد جميع القوى أو التأثيرات الميكانيكية المطبقة على المجموعة المدروسة. يعني بدون استثناء كنحاول نحدد جميع التأثيرات الميكانيكية المطبقة على المجموعة المدروسة، أو جميع القوى المطبقة على المجموعة المدروسة. ثم يعني تأتي المرحلة الأخيرة وهي تصنيف هذه القوى أو التأثيرات الميكانيكية إلى قوى تماس وقوى عن بعد. كما شفنا بالنسبة للتأثيرات الميكانيكية هي يعني تصنف إلى صنفين، تأثيرات تماس وتأثيرات عن بعد. إذن هذه المراحل الأساسية لجرد القوى المطبقة على يعني جسم معين. إذن أول قلنا أول يعني مرحلة وهي أننا نقوم بعزل الجسم ونسميه يعني المجموعة المدروسة، يعني جسم مراد دراسته ونسميه بالمجموعة المدروسة ونضعه دائما بين لامتين. ثم نحدد جميع القوى أو التأثيرات الميكانيكية المطبقة على المجموعة المدروسة، يعني كنحاول أنني نحددها يعني جميعها بدون استثناء. ثم هذه يعني بعد تحديد هذه القوى أو التأثيرات الميكانيكية أصنفها إلى تأثيرات تماس وتأثيرات عن بعد.